السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. عيد ميلاد سعيد لكل البنيات والوليدات، الله يخليهم لكم ويخلي لكم صحيحتكم. وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم. دونك دابا جيت ندير معاكم واحد الكادو زوين ساهل. اول حاجه غنطلعوا لا كريم شانتيي ديالو، راكم عارفين كاين اللي يدير كما انا. عندي هنايا 250 غرام ديال الماسكاربون وبارد، كلشي بارد، لازم غير كلشي بارد. وكطلع اللي ما بغاش يدير هادي، كاينين في المغرب انا عارفه كيتباعوا الساشيات مصاوبين. واللي ما بغاش يدير هذيك لا كريم ليكيد حتى هي، دونك انا هذه كتجيني ساهله. ونزيد فيها 60 غرام، دونك عندي 250 غرام، غنزيد فيها 60 غرام ديال السكر كلاصي و نص ديال الفاني، غير نص. توجور ملي كيبقى ليا شي حاجه كنخدم به حاجه اخرى. فوالا، ومن بعد كندير هاد الطلع وكتجي من داكشي رفيع، هي شاده كلشي. دونك غنرجعها للفريجيدير باش تبقى بارده. ودابا غنصوب الجينواز. دونك الجينواز المقادير غنكتبهم من تحت في الصندوق، راه تعلمت وليت كنكتبهم بالعربيه، ما نكذبش كيكتبهم ليا جوجل، مي المهم كنكتبهم. دونك عندي 5 البيضات هما الاولين غنديرهم، وغادي ندير معاهم 120 غرام ديال السكر. دونك 5 البيضات و 120 غرام ديال السكر اللي غادي نخلطهم حتى كيتبدل لهم اللون ديالهم، حتى كيولي داك اللون ما يبقاش صفر، يولي ابيض و تيطلع تيدوب الحجم. فوالا، من بعد غناخد هاد الشيء غنديرو في واحد الصحن، يعني هذا الصالادي ولا ريسيبيون اللي عجبكم. المهم في طبسي الغار غنزيد عليه 60 غرام ديال الفارينة، وغنزيد عليه دونك 40 غرام ديال الكاكاو، وغنزيد عليه 20 غرام ديال المايزينا، ونخلط. يعني من توجور لا دروات، ديما من اليمين نخلط. ودابا غنزيد الساشي هذا ديال الفاني، نكمل كل شيء حتى كترجع كلها غتولي اللون ديالها قهوي، داك الكاكاو غادي يطلق مزيان. فوالا، نجيب البلا كندير فيه الزبده والفرينه طحين، كندير انا ديما داك الباتي كويسون لتحت باش ما يتلصقش ليا، صافي. ونديرها هكا كلها، وندخلها للفران. ديجا كندور بهذاك العود ديال باش كناكلو الماكله ديال الشينوا، وهكا ندخل الفران 30 دقيقه تطيب تنخرجوها مزيانه، هي سخونه. دونك نتسنى شويه تبرد، حيد هذاك القاع ديالها، حيد هذاك الكاغط، ومن بعد خليها تبرد شويه باسكو سخونه. تنجيب هذا سوغيس تنصفيهم، يعني نكبهم هنايا باش يتصفاو، باش ناخذ هذاك الجو ديالهم، داك العصير ديالهم ناخذو. كنبدا بشويه بشويه. فوالا، دابا قسمتها على جوج، اللي بغى يقسم على ثلاثه يقسم. وكتعمريها بهذاك السيرو، بلاصه ما نصوب السيرو راه كاين. ومن بعد تندير عليها هذيك لا كريم شانتيي ديالي، كنعمرها كلها. وتنجيب هذوك السوغي
نعمر بهم كاع الكاطو يالله يالله. ودابا تقدري تاخدي هذيك لا كريم شانتيي ديريها في هذاك الكيس، ما تيصدقش ليا هذا، بعدا شويه ساهل، وتتبقاي تكبيها هكا باش تزيدي تعمري سينو بالمعلقه ولا باش ما عجبك، وتزيدي تغطي هذاك السيريس ثاني تغطيه. فوالا مره كندير هكا مره هكا. من بعد كتحطي عليها الاخرى الطرف الاخر ديال الجينواز هذيك، وتديري فيه كولي ديال الفرومبواز. الا لقيتي كولي ديال السيريس ديريه، الا ما لقيتيش فرومبواز غادي هو هذاك، يعني كلهم من عائله واحده. هذا عندي كونفيتور ديال السيريس هو ثاني، والله ما بغيت ما بغاتش تجيني سميتو بالعربيه السيريس شنو هو، عارفه الفخاز هو التوت، الفرومبواز سوريز الله اعلم. المهم سوريز ها مايا كسبان، دونك هاكا تنطالي كل شيء باش خصها تكون فازقه من الداخل، ومن بعد كنعاود نزيد عليها لا كريم شانتيي من الفوق. هاد تغطى مزيان كما قلت لكم، اللي عرف يصوب بهذاك الكيس يدير. فوالا كتعمري يلاه يلاه حتى كتعمر كلها. من بعد كتجيبي الشوكولات، هذاك الشوكولات الا عندك طابلي ديال الشوكولات تتحكيها، سينو كيتباع الشوكولات هكايا تتعمريها في الجناب، ما عليش الزواق، المهم تعمريها في الجناب مزيان. جيبي هادو لي بيبيت هادو ديال الشوكولا كحل، فوالا تتلوحي فوق منها. هادي كنشوفو هادي ما كتباع وكتخلعنا كيفاش نصوبوها، ولكن هي ساهله. من بعد هذا داك الفيرميسيل تا هو ديال الشوكولا، هيا عمر اللي عندك موجود، تعمريها كلها هكا. فوالا هكا واحد البليصة خاوية حيت خصها تكون معمر لأنها غابة. من بعد تتاخدي هداك تتحطي داك الزويوقات تتحطي فوق منهم داك السوريس، أو هانتي صوبتي الفوغي نواغ ديالك من داك الشي رفيع في دارك نقية، عرفتي أشنو درتي فيها. دونك هي هادي، وإن شاء الله تعجبكم، وأنا كنتقاسم معكم كاع اللي كنديرها كنتقاسمها معكم، باسكو عزيز عليا نبقى نخربق كل مرة ندير حاجة وكتصدق زوينة. إيوا صافي، بالصحة والراحة، وقولوا إلا عجباتكم جربوها وديروا تانتوما فيديو قالك بالعربيه سميتها الغابه السوداء فوغي نوار، فريمون راهي فوغي نوار. بصحه وراحه، بون ابيتي.